مرحبا، اليوم عيد ميلادي الأخضر ونحن نتجهز لحفل الشاطئ. هوهو، اثبت. هذه نفاخات هيليوم، لذا تحلق عاليا. أو كل شيء جاهز، نحن فقط ننتظر فيونا لتحضر كعكة عيد الميلاد. احذري فيونا، لا تقودي على الرمال المبللة. أسرعي وإلا سوف تغرز الإطارات. سنجد طريقة لإخراجك. ها، يمكننا رفعها باستخدام جميع نفاخاتك. أعلم أنك تحب نفاخاتك، لكن فيونا بحاجتها جدا. هل يمكننا استخدامها؟ أوبا، نجح الأمر، نجح الأمر. نجح نجاحا عظيما، إنها تطير عاليا. وجدتها. هيا أيها الميكانيكيون. أحسنتم أيها الميكانيكيون، ها قد أتى الزوار لينضموا إلى الحفلة. سعيد بحضوركم. أحسنت المشاركة أيها الأخضر، وعيد ميلاد سعيدا لك. مرحبا. من أين تأتي كل هذه الفوضى؟ ها؟ يا أمي. سيد ويزل، هل أنت بخير؟ لقد جعلت فيكي أسرع شاحنة مثلجات في العالم، لكنها أقلعت قبل أن أحصل على المثلجات. يجب علينا إيقاف فيكي قبل أن تسبب المزيد من الضرر. ها هي قادمة، جاهز يا أزرق؟ يا أزرق، هيا اضغط على الزر بسرعة. أحسنت صنعاً يا أزرق. ما زلت أريد أن أتناول المثلجات إلى الآن. أنا أكره الصواريخ. يا ميكانيكيون، لنتأكد أنه بخير. إلى اللقاء قريباً. وداعاً. يا أزرق، أزرق، أين أنت؟ أهلاً جميعاً، نحن اليوم نعمل في الخارج لأن سلم فيونا قد تعطل فأصبحت طويلة جداً. من الأفضل أن نتفقد الإطارات أيضاً. يا أزرق، هل أحضر أحدكما الرافعة؟ أحسنت يا أحمر، سأحضر مفتاح الربط. آلي النطاط. لا تقلق يا أحمر،
سنجد طريقة لإنزالك. أخضر، صفراء، أحضرا البطانية، لقد جاءتني فكرة. أحمر، عندما أقول لك انطلق، انطلق، اتفقنا؟ هيا انطلق. أزرق، لقد حان الوقت لتكون بطلاً. جاهز يا أزرق؟ 3، 2، 1، هيا. لا تقلق، سوف نمسك بك. لقد أنقذت الموقف. مرحى لبطلنا الأزرق. أيها الميكانيكي الخارق، دعنا ننتهي من مساعدة فيونا. إلى اللقاء قريباً، وداعاً. أهلاً بالجميع، معكم جيكو. اليوم هو يوم مميز جداً. هذه أول زيارة لطفلة الشاحنة لمرآبنا، لذا نريد أن نرحب بها ترحيباً إضافياً مميزاً وكبيراً. أهلاً بالشاحنة الطفلة. أأنت متوترة؟ لا تقلقي، أنت بأيد أمينة، أليس صحيحاً؟ الشاحنة الطفلة، مهلاً. لا، لقد أخفنا الشاحنة الطفلة. لا تقلقي أيتها الأم، سوف نجدها. هيا أيها الميكانيكيون، لنجد الشاحنة الطفلة. أيتها المسكينة، أين تكونين؟ أتختبئين هنا؟ أما زلت متوترة؟ خمني ماذا؟ وأنا متوتر. إنها المرة الأولى لك، لذا أردنا أن نجعل زيارتك مميزة. أنا آسف إذا كنا أخفناك، لكن أعدك بأننا سنهتم بك بشكل مميز. هل اتفقنا؟ افتحوا الأبواب لندخل المرآب كي نساعد المركبة يا أصحاب. فلتمرحي أيتها الشاحنة الطفلة، كنت شجاعة. على الرحب والسعة دائما. شكرا لانضمامكما إلينا في مرأب جيكو، وداعا. هيا أيها الأزرق، لقد حان وقت النوم. طابت ليلتكم جميعاً. بوبي، ما الذي تفعله في هذا الوقت؟ يا إلهي، أنت بحاجة لعجلة. يمكنني إصلاحها، لكن لنكن هادئين. نجونا، كان هذا وشيكاً. لا 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 لا
أوه. لا. انتهينا يا بوبي. طابت ليلتك. على الأرجح سأستلقي لدقيقة فقط. مرحبا بالجميع، شاحنة المثلجات فيكي جاهزة للإصلاح وسنقوم باللمسات الأخيرة. شكرا يا صفراء، هل أعطيتني مفك البراغي؟ احذرا أيها الميكانيكيان، هذا الخرطوم مليء بالهواء البارد الذي يجمد المثلجات. ها؟ ها؟ صفراء لا تلمسي الزر. شكرا أيها الميكانيكيون، لقد أنقذتموني، والآن دعونا ننتهي من إصلاحها. شكرا فيكي، وداعا يا رفاق. أهلا بالجميع، مرحبا بكم في مرآب جيكو. إنه يوم هادئ جدا، نقوم ببعض أعمال التنظيف. ما هذا الضجيج يا ترى؟ الحافلة بوبي لا تبدو بحال جيدة. تعال دعنا نلقي نظرة عليك. يا إلهي، بوبي ليس بخير. لنرى، أسنستطيع اكتشاف المشكلة؟ ربما يحتاج المبرد إلى ماء. هيا أيها الميكانيكيون. كلا، هذا ليس جيدا. لحظة واحدة. بوبي المسكين يسرب زيتا، والذي يجعل المحرك يعمل بسلاسة. يمكننا إصلاحه. لقد وجدنا مصدر المشكلة، تسريب الزيت من الأنبوب. الأخضر سيغلق الفتحة بإحكام عن طريق اللحام بالشرر شديد السطوع، وهذه ستحافظ على مظهرك.
مرحى، أحسنت يا أخضر، أحسنت يا أزرق. أتشعر بتحسن يا بوبي؟ زبون آخر سعيد. هذا ما نفعله. إلى اللقاء في مرآب جوكو. وداعا. مرحبا بالجميع، جيكو معكم. إنه يوم مشمس جميل، لذلك سأقوم بمراقبة الطيور. انظروا، إنهما التوأمان باري وكاري. يبدو أنهما يستمتعان كثيرا. أوه لا، انقلب باري. أيها الميكانيكيون، علينا مساعدته. هيا يا شاحنة السحب تيلي. لا تقلق باري، سنخرجك من هنا قريبا. يا أزرق. دعنا نلقي نظرة. هذا غريب، محركك لا يعمل. جاءت كاري لتبهجك. هذا لطيف. عرفت أن هناك شيئا مريبا. يبدو أن السمكة كانت عالقة في أنبوب العدم، لهذا لم يعمل المحرك. لطيف أن يقوم بزيارتك صديق، هذا سيجعلك تتحسن بسرعة. السمكة عادت إلى منزلها، كان رفاقها قلقين عليها. حسنا، كل شيء بخير. إلى اللقاء قريبا. وداعاً.